اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. اواصل مع ضيوفي الاعزاء حديثنا عن مجلس الشعب ومستقبل التشريع والرقابه في مصر. كلام كتير قاله الساده المشاهدين. خلينا نبتدي من النقطه الاولى وهي الحديث عن الداخليه وعن حكومه الجنزوري وحضيف عليها وعن المجلس العسكري وان هناك بقت بطوله في حد ذاتها انك تهاجم المجلس العسكري. انا يعني اسف ان انا اقول يعني تجيب اقصى ما لديك من حديث وانتقاد وتجريح كما شئت وكانها بطوله كما في الزمن السابق كانت في بطوله انك تمسك النظام تجيب اخرك معايا يعني. بقت في المجلس العسكري بقت في الداخليه لما تتهز او تتخبط او تخطئ او يحصل دسيسه داخليه او يحصل اي شيء. ما احنا مجمعين اعتقد ان احنا متفقين انه مش معقول المنظومه كلها ناس سيئين او فاسدين. ونفس الشيء بالنسبه لحكومه الجنزوري اللي ما لحقتش تشتغل قاعده تشتغل وبتشتغل تحت ضغط والناس قاعده تتكلم ونروحكم ونجيبكم ونعمل حكومه دلوقتي ائتلافيه ونوريكم يعني ناس زعلانه من ده كتير. ولك الحديث. طيب هو طبعا الموضوع ده انا احب جدا الحديث فيه واوضح يعني الرؤيه اللي او يعني مش اوضح طبعا انا يعني اقول امنيتي في التعامل مع مثل هذه القضايا كيف يكون. نعم. نمسك حكومة الجنزوري أولا. حكومة الجنزوري لا ينبغي ولا يصح أن أختزل حكومة الجنزوري في مشاكل الداخلية وأبوبة البوتاجاز ورغيف العيش. لما أجي أقيم حكومة عندي أستعرض الحكومات كلها أشوف كل وزارة على حدة إيه الإنجازات اللي قامت بيها، إيه المشاكل اللي حلتها، إيه المشاكل اللي سببتها، وبناء عليه يكون التقييم. فالنظرة لحكومة الجنزوري لابد اللي ده أول حاجة في الاعتبار اللي أنا أقيم عمل وزاري أحط الوزارات كلها قدامي عشان أقيم يكون التقييم ده عادل وتقييم موضوعي. الحاجة التانية اللي لابد أنظر إلى المدة اللي اشتغلت فيها حكومة الجنزوري والمدة الباقية ومنها يخرج الحديث عن الحكومة الائتلافية. حكومة مدتها قصيرة، المدة اللي باقية لها مدة قصيرة جدا، لابد أنها تعطى الفرصة للعمل. مجلس الشعب يستطيع خلال هذه المدة إذا كان يريد أن يتدخل ويتدخل بقوة عن طريق لجانه يستطيع أن يلزم ويجبر الحكومة على تبني ما يراه المجلس من خطط أو قوانين أو مشاريع يرى أن هي لابد أن تنفذ. فأنا لا أعيب على حكومة الجنزوري إذا كان هناك نقد، لكن أعيب على المجلس ولجانه إذا لم يقدم لهذه الحكومة الحلول ويلزم هذه الحكومة بتبنيها. مجموعة من التشريعات للمرحلة القادمة. أنت لحضرتك راجل سلطة تشريعية ورقابية. نعم. ده شغلتك واللي باقي شهرين. أنا النهاردة عشان أمشي حكومة الجنزوري وهيتبقى لي شهرين بس عبال ما يجوا الوزراء ويخش الوزارة ويتعرف عليها هتكون جت انتخابات الرئاسة اعمل حكومة جديدة. ده نوع من أنواع التهريج. ما ينفعش. المشكلة الثانية بخصوص الداخلية الخلط الشديد بين يعني تناول وزارة الداخلية ولا بخلط بين الأمن القمعي والأمن الخدمي. نعم. اللي يجي يقول أنا مش عايز داخلية كلام غلط أو يجي يهاجم الداخلية كلام خطأ، ولكن يهاجم الأمن القمعي نوع معين من الأمن، مسلك معين من المسالك لابد ان انا اركز او التقصير في الشق الجنائي اركز عليها. نعم. لكن الأمن الخدمي لابد ان انا اسمنه، لابد ان انا اشجعه، الامن الذي يعني يوفر الحمايه للمواطن في ماله وفي عرضه وفي نفسه، لابد ان انا اسمن هذا الامن ولابد ان اقوي هذا الامن وادفعه. انا بشوف ان معركه ليس يعني لها لازمه، يعني معركه مفتعله ان تلاقي ناس يهاجموا الداخليه وناس بيحيوا الداخليه، وانا يعني ازعم ان كلا الفريقين على حق، الاثنين عايزين امان. لا بس في حد شايف انه لما بيهاجم الداخليه هيلاقي الامان وناس كتير مجربه الفزع فعارفه ان يجب ندعمهم عشان لكن يلاقي الامان. اللي لازم يتفق عليه الجميع واللي لازم يعلمه الجميع انه لو سقطت الداخليه كمؤسسه يعني الدوله سوف تنهار. طبعا. جيوش من البلطجيه سوف تفعل ما تريد، تعيز في الارض فسادا. ده يعني منظر انا يعني اللي بيحرص على اسقاط الداخليه انا يعني حاسس ان هو مش بتجيله ابدا صوره الوطن والبلد بدون داخليه وبدون امن. ده صوره هتبقى صوره مفزعه جدا، مفزعه جدا. هو نفسه مش هيقدر ينزل مش هيقدر ينزل.
المشكلة الحقيقية اللي احنا بنعاني منها سواء الوزارة سواء مجلس الشعب سواء المجلس العسكري التي تعاني منها الدولة كلها هي مشكلة الحركة والفكر. المفروض أن الفكر يكون أولا ثم تأتي الحركة. احنا ماشيين دلوقتي الحركة ثم الفكر. الضغوط اللي موجودة على المجلس، الضغوط اللي على المجلس العسكري، الضغوط اللي على الوزارة هي التي تحدد حركته وليس الفكر هو الذي يحدد الحركة. النهاردة المجلس يتبنى قضايا بناء على ضغط الشارع، الوزارة تتبنى قضايا بناء على ضغط الشارع. فالحركة هي بتأتي أولا ثم يأتي الفكر. الصحيح الصح اللي مفروض اللي أنا أفكر الفكر أولا، الفكر أولا بتأتي الحركة. لكن نعم. احنا ماشيين بطريقة معكوسة، الحركة هي اللي بتيجي وأبدأ أفكر لها بقى، الحركة أفكر لها. ده طبعا كلام لازم المجتمع يستوعبه، ولابد أنه يعطي لمؤسسات الدولة وقتها الكافي للعمل وبعد كده يحاسب. نعم أستاذ محمد، الأستاذ غبريال كان زعلان قوي علشان الدستور، وبيقول أنتم مشغولين بحاجات وسايبين الدستور. الدستور ده الثمرة الحقيقية للثورة، فماذا يجب أن يتم في الفترة القادمة الخاص باللجنة التأسيسية بعد انتخابات الشورى؟ طبعا هو تمام. دلوقتي حضرتك الهيئات البرلمانية أو الأحزاب السياسية وجميع القوى السياسية بتقدم رؤاها، وهيتم حضرتك تأسيس اللجنة مجلس الشعب للدور كبير جدا ودور الأصيل كمان في اختيارها طبعا. بس لازم أستاذ غبريال يعرف بعد إذن حضرتك إن الأمور ماشي كله شغال دلوقتي، يعني إحنا في حركة شغل فظيعة. لكن أنا النهاردة مرتبط كمجلس الشعب النهاردة حادث بورسعيد جاني بعد إذنك، فرض نفسه حدث وزارة الداخلية جاتني فرضت نفسها في مشاكل، فرضت نفسها عليك كبرلمان إن تغير حضرتك النهاردة جدول الأعمال هيبقى فيه كذا وكذا وكذا، بنضطر نأجل ونلاحق الحدث اللي موجود، وده شيء خطير. الحركة والفكرة احنا دلوقتي احنا بقينا رد فعل، والرد فعل ده شيء خطير جدا. انا في حاجة بقى تانية، ليست بطولة لأي أحد كائن من كان النهاردة انه يهاجم المجلس العسكري أو القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو أي مسؤول. امتى الهجوم لهم؟ انت حضرتك تقطعهم في حاله واحده، في حاله الخلل. الخلل اللي احنا شايفينه بعد اذن حضرتك، انا شايف بعد اذن حضرتك الداخليه النهارده مش عارفه تشتغل. بكل نتكلم صراحه، الداخليه مش عارفه تشتغل. مجلس عسكري تختلف معاه كمجلس عسكري قائم باداره شؤون البلاد، ده سياسي ومن حقك تختلف مع المجلس العسكري زي ما شئت، خدت بال سيادتك؟ لكن لازم نحافظ يا استاذ خيري، القوات المسلحة أنا حاططها لعدو استراتيجي وحدود الوطن، خلي بالك من دي. يعني عدم إهانة القوات المسلحة ده شيء مهم ومقدس وفي وجداننا، ده لابد لا نتعدى. الداخلية أخطأ وزير الداخلية بعد إذن حضرتك شيله، خدت بالك؟ في لجنة تقصي حقائق في موضوع بورسعيد. نعم تمام. التقرير اللي هو بيوجه مثلا، ان كان البعض بيوجه النقد، التقرير ده مبدئي، التقرير ده مبدئي، ما فيش تقرير لجنه تقصي حقائق ياخد اسبوع ابدا يا استاذ خيري. نعم. ابدا، لازم ياخد وقته حضرتك. وعلشان كده التقرير بيتقال عليه انه ايه، التقرير المبدئي للجنه تقصي الحقائق. نعم. خدت بالك؟ في تقرير ياخد اسبوع، مش ممكن ابدا. بعد اذنك انت عندك حضرتك لجان الدفاع والامن القومي والشباب في مجلس الشعب، المجلس عمل جلسات طرح، لجنه التقصي الحقائق كله شغال. الداخليه اخطا وزير الداخليه حضرتك شيله، اخطا واذا اعلنته شيله. البطوله النهارده ان انا حضرتك قاعد ومجلس الشعب ابني، احنا خدنا فتره كبيره جدا يا استاذ خيري. ثوره 25 يناير ما بدأتش يوم 25 يناير، ثورة 25 يناير هي نتيجة قمع واعتقالات وفساد وإرهاب واحتقار وزيف تلطين، كل ده خدت بال سيادتك؟ ناس دفعت ثمن، جهزت، جت يوم 25 كانت فعلا دي الثمرة بتاع الخطوة الأخيرة. الكلام ده سليم على أساس إيه؟ البطولة النهاردة وأنا بقولها لك وبؤكد عليها للنهاردة إننا كلنا نبني، وانا شايف ومصر على الكلام ده، ان شايف ان مجلس الشعب النهارده ان الشعب قدم افضل ما لديه. تمام. بس في افضل طبعا، خدت بال سيادتك؟ مش دولك افضل، في افضل منين؟ في افضل من الشعب. تمام. احنا
ما احناش ضد وزارة الداخلية ابدا، لكن احنا ضد قمع وزارة الداخلية، ضد ارهاب وزارة الداخلية، ضد طروع وزارة الداخلية، ضد انتهاك حقوق الانسان من وزارة الداخلية، لكن انا ضد المساس باي ضابط شرطة او عسكري شرطة حضرتك، بل عازم نمكنه من رسالته زي ما قال الاستاذ اشرف ثابت، واتفق معايا الدكتور مصطفى النجار ايضا، ان وزارة الداخلية ما حدش ضدها كحضرتك كسياسة امنية. ما فيش وزارة الداخلية او الامن من سيدنا عمر بن الخطاب، من الفراعنة، موجودة حضرتك في مصر وموجودة في كل دول العالم. نعم. تمام. ولازم يكون نعرف نفرق بقى، وده دور وزارة الداخلية. انت عارف البلطجية، انت تعلمي من هم البلطجي وتعلمي من هو السائر بعد اذن سيادتك. وانا شايف حتى المجموعة شباب الثورة اللي داخل مجلس الشعب، الدكتور مصطفى او الاستاذ زياد العليمي او مجموعة كبيرة جدا هناك من الشباب المحترم عند الحمزاوي او خدت بال سيادتك، ناس بصراحة وفي غيرهم كتير خدت بالك، ناس مقدرة المسؤولية والأفكار بتتقارب مع بعضها وكله بشان. البطولة النهاردة يا جماعة في الفترة دي يا جماعة، أنا تحولت للجان قيم، أنا انطردت من الجلسات، إحنا أنا وكتير مش أنا لوحدي، خدت بالك. البطولة النهاردة إن إحنا نبني سيادتك، لكن ضد هدم وزارة الداخلية، ضد إهانة القوات المسلحة، ضد إهانة الشعب المصري. سألني بس إضافة صغيرة على موضوع الدستور ده. يعني الأستاذ وبريال بيتساءل لماذا لم يكتب الدستور إلى الآن؟ الدستور لا يمكن أن يكتب إلا بعد أن تتم إجراءات انتخابات مجلس الشورى ويشكل المجلس وينعقد، ثم تشكل اللجنة الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ثم يتم كتابة الدستور. فدي خطوات ليس للمجلس الآن يعني سلطة، لها خطوات مجلسة. دكتور مصطفى، وانت تمثل جيل من الشباب، الناس بتعود عليه كتير، في عتاب لدى قطاع كبير من الشعب، مش قليل وله كل الاحترام كل قطاعات الشعب، ليه عتاب على الشباب في تعاملهم وعنفهم والدعوه الى العصيان المدني وخلافه، وشايفين لكم دور انت من جوه البرلمان، شايف ايه؟ هل رؤيتك اختلفت وانت جوه البرلمان عن ما كنت في الميدان؟ يعني انا عايز اكد الاول ان احنا واحنا بنحكم على اي اداء، والناس اللي تنتقد نقد المجلس العسكري والداخلية وكده، لازم نميز ما بين المؤسسات وما بين السياسات. المؤسسات كلها يعني مؤسسات يحترمها المصريين، سواء المؤسسة العسكرية ممثلة في الجيش أو أي مؤسسة مصرية سواء الداخلية أو كده، لكن السياسات هي محل الاختلاف. ففكرة الاختلاف مع المجلس العسكري في إدارته للبلاد هي ليست يعني زي ما الناس بيقولوا إن ده إسقاط لمصر وإن ده تفكيك للدولة، إحنا مختلفين مع أداء المجلس العسكري، لكن بنكن كل الاحترام للقوات المسلحة المصرية وهي بعيدة عن السياسة ولم يعني تتدخل في السياسة إلا بسبب الظرف اللي إحنا فيه. وعشان كده إحنا شايفين إن يعني كل ما الفترة الانتقالية تقل وكل ما القوات المسلحة ترجع لممارسة دورها الطبيعي، دوت يعني صمام أمان للبلد ده. ففكرة التخويف والفزاعات إن أي حد بينتقد المجلس العسكري هو ضد البلد وعادة البلد، دي فكرة غير مقبولة. الحاجة التانية، وزارة الدكتور الجنزوري، هي وزارة تسيير أعمال وكده، ولكن حتى تسيير الأعمال ده بيبقى محتاج رؤية. إحنا فوجئنا في اللجان إن إحنا بنحضرها في مجلس الشعب، السادة الوزراء المحترمين بيجي يقعدوا معانا بيوصفوا لنا المشاكل، مش بيقولوا هم هيعملوا إيه، فهم بيقعدوا يسألونا طب إحنا هنعمل إيه؟ رؤية وخطة محتاج له. لا لا لا، حتى إدارة أزمة، حتى لا 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 يا أستاذ خيري، يعني هو في حتى إدارة أزمة، أنا جاي مثلا قاعد 3-4 أو 5 شهور، حاجة مثلا قطاع زي قطاع السياحة، إزاي أمنع النزيف اللي بيحصل في قطاع السياحة؟ الداخلية مثلا إزاي أعيد هيكلة الداخلية؟ مفيش حاجة عليك. حاجة في وزير سياحة ممكن كده يعمل أي حاجة قدام حدث زي محمد محمود أو حدث زي بورسعيد؟ ده لو وزير سياحة بيشتغل. هي منظومة متكاملة. يعني التقصير الأمني هو اللي مأدي لتراجع المؤشرات الاقتصادية والسياحة وكده. فالداخلية إحنا برضو الناس قاعدوا يقولوا لما بعض النواب هجموا الداخلية والمجلس عمل طلب اتهام أو سحب ثقة من وزير الداخلية إنكم بتهدموا مصر وإنكم بتسلموا مصر بلطجية، لا إحنا يعني الحادثة اللي حصلت في بورسعيد الناس اللي هي زعلانة قوي، يعني يشوفوا لو كان حد منهم عنده ولد زي أنس الطفل الصغير اللي اتقتل مشنوق في بورسعيد، والناس دي يعني أكيد هيحسوا بنوع من أنواع الألم وهيحسوا إن في نوع من أنواع المساءلة لابد أن يحدث. واحنا لازم نفرق برضو ما بين المساءله وما بين اعاده الحقوق وما بين الهدم. مش معنى ان احنا بنقول ان حق الناس دي لازم يجي، وان ازاي التقصير الامني اللي هو تقرير لجنه تقصي الحقائق وصفه بالتواطؤ ووصفه يعني يحملوا المسؤوليه كامله،
مش معنى ان احنا بنقول كده تواطؤ وتسهيل وتمكين. وتمكين يعني اعتقد حاجه واضحه جدا تستدعي محاكمه جنائيه. مش معنى ان احنا بنقول كده ان احنا نبقى ضد الداخليه. انا امبارح مواطن من مواطنين عابدين، وهم طبعا يعني احنا الناس دي لازم نبقى حاسين هم بيعانوا قد ايه من قفله وسط البلد. جاي معاهم دلوقتي منهم هم قد ايه يعني هم رهائن يعني موجودين في المنطقه دي. احنا بنعتذر لهم عن اللي بيحصل. احنا كلنا بلا استثناء، كل شباب الثوره وكل النواب وكل الناس ضد اي يعني هجوم على مؤسسه مصريه او منشاه حكوميه، لان ده في الاخر ده مال مصر. لكن برضو لما يتقال في بلطجيه، مش احنا المسؤولين ان احنا نجيب البلطجيه، الداخليه هي المسؤوله ان هي اللي تامن وهي اللي تمسك البلطجيه. لما الدكتور كمال الجنزوري جه المجلس بيقول ان احنا مش مسؤولين عن كده، اكيد كل النواب اتضايقت واكيد الناس اتضايقت. طالما انا مش مسؤول ومش قادر اتحمل هذه المسؤوليه فانا ابقى في مشكله. وعشان كده عشان يعني وجهه نظر شخصيه عندي، انا شايف ان هو هذه الحكومه يعني الضرب في الميت حرام. يعني هي الحكومه دي لن ننتظر منها شيء، لان هي ايا كانت سواء ليس عندها رؤيه، ليس عندها يعني تخطيط، ليس لها أداء سياسي. فاحنا هننتظر ونبدأ دلوقتي يعني ما أقترح يبقى في مشاورات دلوقتي لحكومة ائتلافية تبدأ مع انتخاب الرئيس الجديد عشان يبقى في تناغم مرحلة انتقالية كاملة تناغم ما بين البرلمان وبين الحكومة، لأن احنا دلوقتي وعندكم التشريعات وكل شيء بالضبط. طيب بالزبط. أنا بشكركم جدا، بس عندي السؤال اللي 69% بيقولوا لا ما تمنعوش البث التلفزيوني من البرلمان، و 31% بيقولوا اه. حضرتك مع منع البث التلفزيوني المباشر من البرلمان؟ الوقت دوت لا يمنع، الوقت اللي احنا فيه توقيت، لان التوقيت اللي احنا فيه ده توقيت خطير ينبغي اللي احنا نراعي فيه مشاعر المجتمع ومشاعر الشعب. الشعب كله بيراقب وبيتابع وده حق لهم، وشايلين هموم وخايفين، ومجلس الشعب مفروض يطمنهم. الأداء البرلماني فأنت مع نعم لمرحلة لمنع البث لمرحلة معينة ممكن تبقى لا بعدين، مع التحفظ اللي أنا يعني لا ينبغي اللي يتم توجيه اتهام للنواب إن هم يعني حريصين على الشغل الإعلامي، لأن ده واجب عليه إن هو يعبر عما يريد في المجلس. ده رأيه الحرية اللي حاسبه على كده الذين قاموا بانتخابه، لكن انا كعضو في المجلس لا، ده في ناس بتقيمه راحوا انتخبوه، هم اللي يقولوا ان الاداء ده راضين عنه او مش راضين عنه. الناس اللي راحوا انتخبوه ليس من حق الاعضاء زملائه ولا حق احد اخر ان هو يعلق عليه. استاذ محمد نعم ام لا؟ انا حضرتك مع حريه الاعلام تماما كصحفي اخدت مسيرتك تمام، لكن في حاجه تاني حضرتك استاذ خيري لازم تاخد بالك منها. عضو مجلس الشعب ده انسان، يعني ممكن بعد اذن حضرتك يحصل منه مثلا مشاده بينه وبين زملاء. كان قبل كده في ضرب، خلي بال سيادتك، يعني كان في احنا كنا بنقعده في المقاعد المعارضه وفي مجموعه من النواب الحزب الوطني. المجموعه ديت حضرتك متخصصه في اعمال يعني مش عايزين نطلق عليهم، خلاص بقى ما الضرب في البيت دلوقتي حرام. كانوا ممكن يجوا على نواب المعارضه ويضربونا، خلي بالك، ويتعدوا عليه. فاحنا كنا بيني وبينك يعني بنشوفوا الجامدين عندنا ونحطهم جنبنا كده علشان يحرسونا، يعني ما نعمل ايه؟ خدت بالك. فانا شايف ان عضو مجلس الشعب هو انسان ممكن يحدث اي تصرف او بعد اذن بمشاده مع زميله او بتاع، فاحنا من الممكن قدام مستقبلا مش مع المنع مع التهذيب. دكتور مصطفى، يعني انا اعتقد ان هو السؤال ما ينفعش يسال للنواب، وانا اعترضت لما الدكتور الكتاتني كان اقترح دوت وطلب تصويت المجلس. انا مش شايف ان هو من حقنا احنا كنواب ان احنا اللي نصوت. ده هو اجاله اقتراح دوت ممكن جاله اقتراح ان ده حق الناس. الناس هي يعني حقها في الحصول على المعلومه وحقها في مراقبه اداء البرلمان وحاله الشفافيه دي. ما ينفعش ان احنا نطفي فرحه الناس بده، حتى لو في سلبيات لهذا البث. نعم. ان بعض الناس شايفه ان بعض النواب حريصين على الكلام او الشغل الاعلامي بس او كده، الكاميرا تقلل السلبيات. لا لا بالعكس، انا اعتقد ان ايجابيات البث المباشر يعني اكتر بكتير من السلبيات، وده حق للشعب مش حق للمجلس ولا حق للنواب. فما ينفعش ان احنا ننتزع هذا الحق من الشعب. طيب كده النسبة بانت في اتنين، نروح للا بعد شوية أو مع التهذيب، نروح لنعم نمنع البث ونهذبه ونقدمه في صورة بدون التفاصيل الكتير. الدكتور مصطفى لا خليها مفتوحة. أنا بشكركم جدا، نورتونا. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هستقبل ضيوفي الأعزاء أهالي المحنة اللي عايشين في محنة دائما في شوارع ميدان التحرير، في الفلكي، في محمد محمود، في عابدين. الأستاذ أحمد حماد عنده كشك في القريب من الميدان، الأستاذ عبد الرؤوف القاضي صاحب مكتبة،
الأستاذ محمد سيد عبد الفتاح صاحب مكتب إنترنت، الأستاذ شريف فتحي صاحب مطعم. عايزين نشوف الحياة مع أسمنت حاجز وقاطع الطرق شكله إيه. هنطلع فاصل كمان هنشوف تقرير عن سوق الكانتو، تعرفوا أحوال الناس وصلت لإيه في البيع والشراء. نلتقي بعد الفاصل. في هذه الحارة الضيقة تعيش الأشياء حياة أخرى وربما حيوات، فالملابس التي ضاقت بها دواليب البعض أو تخلص منها أصحابها ينتهي بها المطاف هنا في سوق الكانتو أو سوق المستعمل، لتبدأ حياة أخرى على أجساد أخرى. هنا تجمع الملابس وتعاد حياكتها قبل أن يأتي التاجر لشراء ما تطلبه سوق محافظته، أو يأتي مواطن باحثاً عن سعر مناسب لدخله الزهيد. وكحال غيرها من الأسواق، تعاني سوق الكانتو ركوداً تأثر بما أصاب الاقتصاد المصري من ظروف صعبة. البيع والشراء يعني ناس بتيجي ترزق لمغزى، ناس غلابة بتيجي من الأرياف بيستوعوا حتتين بتاع بيبيعوهم بيرزقوا فيهم. انت اعتمادك كله على الإنسان البسيط الغلبان، فدلوقتي الإنسان البسيط الغلبان ما بقاش في شغل. الشركات اللي صفى نص أعماله، اللي بديهم نص ربع من مرتب، فالعجلة واقفة خالص، فهو مش هيقدر يشتري. حتى اللي كان عنده حاجة قديمة بيبيعها حاليا دلوقتي بيبيعهاش، بيحرص عليها عشان مش عارفش الأيام اللي جاية فيها إيه. كنا حضرتك بنيجي بنملى كل واحد جنيه واتنين، حاليا دلوقتي الواحد لو خد نص جنيه بيبقى كويس. كنت أنا مثلا بفرش ببيع مثلا كلهم ب 500 جنيه 1000 جنيه، النهارده ما ببيعش ب 100 جنيه ب 50 جنيه، 100 جنيه ما تكسبش معايا 10 جنيه. قبل كده بيجي لنا 12 تجار ولا حاجة، دلوقتي بيجي لنا 3 تجار تاجرين بالأقل، ممكن ما يجيش يجي بالأسبوع. الزبائن كانت كتيرة الأول والتجار قليلة، دلوقتي أصبحت التجار يعني كترت والزبائن قلت شوية، الظاهر معهمش فلوس ولا إيه، ولا يعني ربنا بقى كبير يتولى بينا الحمد لله. آلام الحياة والانشغال بقوت اليوم لم يمنع العاملين بسوق الكانتو من التفكير في أحوال وطنهم، آملين أن يحمل لهم المستقبل رياح تغيير طالما تمنوه. أنا نفسي البلد تستقر والناس تشوف شغلها ونشوف حالنا ونعيش، بس مش عايزين حاجة أكتر من كده. حاسين إن إحنا في القلق اللي إحنا بنشوفه ده، تخريبات كل يوم هنا وهنا وهنا، مش عارفين نمشي ولا نعيش. كشباب نفسنا ان احنا كلنا نبقى شغالين وفي شغل. نفسي ان البلد تتحسن والحاله تتحسن ونبقى في احسن حال احسن من كده. لما انت مثلا يكون الدنيا شغاله كسياحه وكبورصه وكده احنا هنحس بيها والدنيا تبقى حلوه معانا، لكن هي ضربه من كل حاجه. فقراء يعتمدون في رزقهم على فقراء، فإذا كانت الثورة قد رفعت شعار الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية، فإن هؤلاء باعة ومشترين هم أحوج ما يكونون إلى تحقيق تلك المطالب على أرض واقعهم. آلاء جويش ممكن.